يا فهم على الراديو، اهلا وسهلا ويا مرحبا. سلام عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا، داخل او خارج حدود الوطن، وين ما يصل لكم صوتي يا فهم. قل لكم ان شاء الله نهاركم مزيان ونهاركم اسعد الايام. سعيد جدا نتقابلوا في هذا الموعد اليومي من هذا الموسم الرابع من برنامج الدوامه، حلقه جديده وضيف جديد. ضيفنا اليوم يهزنا الملاعب كرة القدم بالذكريات بالمواسم بالفرق بالتجارب في تونس وخارج تونس، البداية من المرسى مرورا بالنادي الافريقي الملعب التونسي سياسيس، وخارج تونس عديد التجارب لعب مع المنتخب وعاش النجاحات، عاش الألقاب والتتويجات، علاقته باللاعبين، طريقة مغادرته لكرة القدم وخروجه لكرة القدم، أهم وأبرز الذكريات الجميلة والذكريات اللي ما تتنساش لليوم، بعض الذكريات المؤلمة مع اللاعبين اللي فارقونا وذكرى وفيتهم تقريبا من ايامات التالي نحكيه عليهم بعد شويه، نحكيه على الهدي بالرخيصه طبعا ربي يرحمه والاسعد الورتاني، نحكيه على المنتخب ايضا وقراءته لتشكيله المنتخب بما انه مدرب وعنده تجارب في التدريب ايضا، وما هي طموحاته وامانيه لعام 2022. سعيد جدا باستقبال اللاعب الدولي السابق صبري جاب الله. صبري مرحبا. مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. شكرا لقبول الدعوة سي صبري جاب الله. غيبة عن برش عليك. غيبة كبيرة، يمكن على الأضواء، ما راني موجود ديما موجود على الأضواء. غايب على الأضواء كاو غايب، تو نرجع بعد شوي عليه غايب على الأضواء طالت المدة نوعا ما. برنامج الدوامة يبدأ بالالتزام هذا، نعطيك تقراه ثم نبدأ الحوار. قرأ لي بالصوت بعد إذنك. إني الممضي أسفله سيد صبري جاب الله، تعهد بأن أكون صريح وجريء، أجيب على كل الأسئلة، وأنا ألتزم بقواعد البرنامج، وأنا أكون صادقا وحريصا على حق المستمع في معرفة الحقيقة كاملة، وأتحمل مسؤولية فيما أقول. الضيف الإمضاء، تقبل؟ نقبل بطبيعة الحال. صحح لي، عندي برشا ما صححتش، نصح بتفضل. كنت صح على ال كنت صح بالفلوس. صح ناخذ فلوس. صحيت مش برشا، خليناش برشا تو نحكيو قداش قعدوا بالذمة. شكرا، بعد ما صحات نقول لك مرحبا بيك في الدوامة. الدوامة. شكرا لقبول الالتزام صبري جاب الله. البداية نبداو بأسئلة الشارع التونسي، قلت لك غيبة الجمهور التونسي لاحظها فيه، قال وينو صبري جاب الله عنده برشا. تصدق وقت اللي قلنا لهم صبري جاب الله ضيفنا برشا قالوا اوف منين جبتوه، وينو، شي عمل في تونس، خرج من تونس يدرب مش يدرب؟ هذايا السؤال تعاود برشا. والسؤال الثاني، هل يرفض الحضور كمحلل رياضي؟ استدعوه في برامج باش يحلل وهو يرفض على خاطر رينا برشا لاعبين موجودين اليوم، صبري مش موجود. هذا ما اكثر اسئله تعاودوا. الغياب يعني عادي، احنا توا هي موضوع كبير ياسر بالنسبه للغياب، سيرتو مع لي زونسيان جوار واللاعبيه اللي خليت نقولوا احنا تاريخ مشرف على الاقل نقولوا، وخليت حب الناس وذكريات حلوه مع الفرق اللي تعدينا بها. من حق الجماهير ومن حق المستمعين باش يتابعوا اخبار يعني اللاعبين القدم، لكن مكره اخاك لا بطل، يعني ساعه راهو مجبر الواحد مجبر عليها. مجبر وامور الدنيا وتعرف العائله والارتباطات زاد العمليه وال وزاد يساهم فيها شويه زاد الاطار نقولوا احنا العام اللي داير بالرياضه، فهمت اللي داير بالرياضه. صبري جاب الله اليوم ماكش تريني رغم عندك لي دوغري نتاعك، اما اليوم ماكش تريني. اي انا تو عندي تروازيام دوغري وعندي ليسونس ا كاف من 2014، عديت يعني بديت من 2007، حلمت يعني كما اي مدرب يعني باش ندخل معناتها المغامره هذه نتاع التدريب. بعد تفاجأت شويه بالواقع اللي موجود، فهمتني، هربت شويه للفوتبول انصال، جات مده كان سمعتش بيه الفوتسال طبعا بيان سور، ودخلت يعني في هذه كره القدم داخل القاعات، يعني اختيار اخترته عن حب وعن معناتها كيما نقول واحد عملت برنامج وشفت شنو هي اللعبه هذه وبحثت برشا، لقيت اللي نقولوا احنا الفوتبول مودرن يعني سي لي جو رودوي، يعني اللعبه هذه باش توصلني يمكن نزيد نفهم اكثر الكوره. وصلت عملت فيها 5 ديبلوم يعني فيفا بركل، بعد وصلت مدرب وطني قعدت 4 سنوات مع الجامعه التونسيه، ولا غالب ما عرفش شنو اللي صار اللي تنحات كره القدم داخل القاعات. الحمد لله كملت يعني الشهاده نتاعي
وقت اللي خلطت خذيت التروازيم دوغري وليسونس ا مع التجربه اللي عندي كل شيء ما لقيتش يعني الميدان اللي نجم نخدم فيه. نحكي الميدان شنو هو الانتوراج المسؤولين الفكره اللي كنت حاتها هنا ما لقيتش شكون معناتها يتبناها فهمت اللي ساكوتين نقولوا نحن المحيط بالرياضه مش الرياضه في حد ذاتها كره القدم عطيتها عمرك تقريبا عطيت عمري وكمحترف يعني وتعديت معناتها يمكن نزيد نعرج لك انا عندي دو كوب دافريك وعندي كوب دو موند وعندي جيز اولمبيك و13 سنه كبير خمسه كوبيت عرب سبعه كوبيت خمسه كوبيت تونس سبعه كوبيت عرب تبارك الله يعني في الفرق تجربة مش منقولش كبيرة ياسر محترمة يعني في كرة القدم حبيت ذي كل متعطش يعني يزمني نقرأ ويزمني نزيد نبحث ندخل شوية في القراية ما احنا تعرف عن الوقت ذاك خلينا قرايتنا وضحينا برشا حاجات مع سيرتو الدراسة متاعنا باش نجمنا كملنا سيرتو بديت بكري أنا في 18 سنة جاتني أول كونفوكاسيون لكيب ناسيونال مع سيمرد محجوب عام 91 عام 91 يعني نورمالمو عامتها باك أنا معناتها لا كملت قريت باكي لا كملت كذا أنت عامتها باك وقسيت على خاطر الكور قسيت من مرسى يعني مش على لكيب ناسيونال بعد جاتني لكيب ناسيونال أنا قسيت وقتها معنا سي علي السلمي ونوجه له تحية لونترينمون صباح وعشية وأنا مغروم وما خممتش ياسر يعني في الحكاية بيناتنا صبري وقتها الكورة فيها فلوس في الفترة ذيك في الوقت ذيك بالنسبة لكل فترة الفلوس يعني نسبية وقتها شنو فيها فلوس وقت الفلوس اللي موجودين في الوقت هذاك معناتها خير من أي عمل آخر يعني الشهرية كانت باهية ومريقلة وتعيش مش أنا ما نظرتش للشهرية وقتها نظرت يعني غزرت لبعيد أنا أول وقتها تصريح في جريدة المصور نثبت تخرج كل نهار اثنين قلت طلقت شهادات الدراسة واخترت دبلوم الكورة خطواتي طويلة المدى والاحتراف وهدفي يعني من نهار الأولاني أنا حاطت الاحتراف وحاطت فما بلونت كارير عندك نظرة وين تحب تكون مستقبل رياضي مرسى يعني كعائلة وقتها ماهيش ما ننظروش يعني باش تكون ولا باش واحد أما تعطي للجمعية هذه وشفت عديد الملاعبية اللي أعطاه وكل شيء تنجم تتعدى النيفو آخر وتنجم تمشي معناتها تنور بلادك وتنور روحك وتنور عائلتك فهمتني اليوم تعيش من الكورة؟ لا الحق بعدت على الكرة بعدت على الكرة وقريت حسابي من اللي كنت لاعب خاطر شفت عديد التجارب متاع الملاعبية برافو عليك اللي عملوا على الكرة واللي تعبوا الحق يعني أنا شفت وعملت دراسة حتى ديما نبحث واحد يعني حتى في العالم مش في تونس بركة فلوس الكرة يعني 95% من الملاعبية اللي تعديوا معتها كورجية ما قعدت لهمش الفلوس بعد النهاية ما تكونش كما بديوا ولا كما تصوروا وفيها عدة أسباب وهذو من الأسباب اللي حبيت أنا حتى الناس اللي لاهية بالرياضة سواء سلطة الأشراف سواء الجامعة سواء يخموا شوية في الملاعبية الصغار اللي يخرجوا بكري من قرايتهم واللي يبدأوا مغرومين واللي يبدأ حات كل شيء ودارهم يغزروا له انفستيسمون يغزروا له مشروع يغزروا له كل شيء ومن بعد تصير أقل الحاجات أقل الحاجات يعني يطيش مش يطيش يعني معناتها يمرض يعيش مريض بقيت عمره كامل خاطر ما يتلفت له حد اي صحيح موجود الامثلة حتى اللي عمل فلوس وضيعهم ما يتلفت له حد خلي اللي ما اللي تضرب وما عمل حد شيء يعني موضوع كبير ياسر دخلت العالم المال والاعمال اليوم رجل اعمال صبري هكاك شوي شوي رجل اعمال ما شاء الله رجل اعمال ان شاء الله ما شاء الله ان شاء الله ربي يزيدك فيها بياسر وحاجه باهيه وتكون قدوه للجينيراسيون هذه تجربتي انا في الاعمال يمكن نجم ننفع بها برشا الملاعبية الصغار هذوما خاطر بالحق ننصحهم معناتها ما يخليوش قرايتهم خاطر من بعد في الأعمال وكي تدخل معناتها معترك الحياة وتدخل في الحقيقة معناتها باش تنجم تعيش عائلة وتنجم تعيش في النيفو اللي كنت تعيش بيه كجوار موش سهل مش سهل حتى ما تلقى حد يساعدك راه من قبيلة نحس فما حسرة شوية على سنوات القراية اللي في يوم الأيام خليتهم بطبيعة الحال مش حسرة أنا ما نندمش خاطر الحمد لله معناتها فما حاجة ربي عطيها لي اختيارات طبعا بديت من 18 سنة كملت في 33 حتى إصابة الحمد لله فهمت يعني محظوظ شنو سرها؟ معناتها أول حاجة ربي سبحانه وفضل الله معناتها واحد يحفظه ديما المولى سبحانه وتعالى ومن بعد بطبيعة الحال تليت بروحي بعدت على برشا حاجات اخترت أصحابي مهم نرقد في الوقت عندي مكلتي تغرمت بروحي مليان صغير في الأمور هذية معناتها ما نلعبش فيها فهمت عليك علاش برشا ناس ما تشوفنيش خاطر كملت في نفس الريتم اللي كنت فيه جوار أنا
برافو عليك. تو نرجعوا بعد نحكيوا هالريتم هذايا، شنو اللي يميز صبري جبل على ابناء جيله؟ شنو اللي خليه يتواصل سنوات يعني نجاحاته يعني اسم تفرض في عالم الكوره وين يصنف روحه؟ يوسف المويهبي بعد سنوات على انقطاع على الدراسه رجع وخذ الباك وكمل. برافو برافو ليوسف، وفرحت له برشا انا تقابلت انا وياه بحكم انا تو هنيته وعطيته مبروك الباك. انا مدير فني في المرسى وهو مدير رياضي. اوكي إيه؟ مدير رياضي، هو المدير الرياضي وانا المدير الفني، معناتها نتقابلوا بالحق يعني. هنيتو سي صبري جبل، هنيتو هنيتو فرحت له، وحاجه معناتها نفتخروا بها الملاعبيه الكل، وصح عليه احنا نقولوا كي خمم وكي عزم وكي ما حشمش خاطر في العمر هذاك ويرجع وبالعزيمه هذيك وياخذ الباك، يعني انتصار كبير. نجم تعملها صبري جبل تخم ترجع؟ انا صعيب شويه طبعا. صعيب شويه انا يعني. عندي صبرين خذت لي الباك سنة انا ما شاء الله. بنتك؟ اي بنتي 19 سنه وعندي ولد 18 سنه. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. نحكيوا عليهم بعد شويه. التحليل الفني تحضر في لي بلاتو ما تحبش؟ شويه حضرت مش برشا، ما لقيتش معناتها عرض اللي باش يخليني معناتها باش نقدم، ولا يمكن افكاري زاد انا في الكوره ننظر لها من نظرة أخرى. يعني أنا عندي فلسفتي في كرة القدم اللي مانيش قاعد نشوف يعني نفس يمكن ستيل آخر. أنا ما فماش شكون اللي عايت لي باش يسمعني، فهمت؟ واضح. ناخذوا فصل صغير ثم نرجعوا نحكيه على أهم تجاربك من المرسى، سي اس اس النادي الإفريقي، الملعب التونسي، الألقاب اللي عشتهم، علاقتك ببعض رؤساء الجمعيات. نحكيه على سيد لطفي عبد الناظر، سيد صلاح الدين الزحاف، نحكيه أيضا على حسام الطرابلسي، فوزي البنزرتي، نبيل معلول، المدربين اللي تعديت معاهم والمدربين اللي تفرجت فيهم ولا اللي تراهم اليوم ينجموا يفيدوا المنتخب، منذر الكبير، اختياراته الفنية ومنتخبنا في قادم مشواره في كاس افريقيا. بعد الفاصل خليكم معنا راجعين. يا فهم على راديو، مرحبا بكم جديد الناس كل قاعدين تسمعوا فينا. رجعنا لكم مكملين حوارنا مع ضيفنا لليوم اللاعب الدولي السابق صبري جبلة في اول فقرات الحوار. زون فيرت، أول سؤال في الفقرة هذه، مسيرتك على 10 قديش تعطيها؟ 6.5. 6.5 معناها متوسطة جدا تعتبرها؟ معناتها متحركة شوية بعد المتوسط، قريب من الحسن كان يكون كريم معك. ديما كان خامم كنت نجم نعمل ما أحسن، إلى حد الآن أنا ديما نحب نعمل ما أحسن. اختياراتك كلاعب شنو اللي كان غلط فيهم؟ شنو اللي ما مشيش؟ ملقيناش نوع المدربين اللي نجم يوصل يوظفك في أحسن توظيف، وإلا ينجم يجبد منك الشيء اللي عندك أنت. أنا كي نقول لك حاجة، تو بعد ما كملت كاريري دخلت قلت لك في الفوتسال الجوري دي، ودخلت نلعب ياسر في معناتها لقيت مونك كبير، يعني المونك هذاك نلقى روحي مازال عندي جهد، نقعد 4 سنوات نعمل البريباراسيون اللي كنت نعملها كل عام وأنا بطلت. معناتها مرتي تقول هبل هذا نخرج 5 أسابيع، نعمل بريباراسيون كامله نتاع شهر ونص كل عام، هذيك كاني مريض يعني ناخذ زريقتي يعني ما فماش. تخرج نخرج بحر وجبل ونجري وكذا، نعمل بريباراسيون كامله. من بعد وين باش نحط الجهد هذا كل حطيته معناتها في الحوم وفي اللي تورنوا وفي تشارك تلعب كميه اللي تورنوا اللي هزيتهم، يمكن يسمعوا فيا العباد اللي ولا اولاد الناس اللي لعبوا معايا، سواء ملاعبيه سواء ملاعبيه نتاع حوم، فماش معناتها تورنوا ندخل ما نهزوش. لكن صبري جبل مهاجم، اكتشفت روحي يعني بعد ما كملت كاريري اللي كنت النجم نكون مهاجم غول، ما نقولوش غول اما مهاجم مخطر، فهمت يعني. ليه انا كنت باش نسالك باش نقول لك اوكي في لي تورنوا تلعب التالي، قلت لي مهاجم سبق مهاجم وسجلت معناتها كم الاهداف انا توا مع حتى في مع الفريق الفيتيران توا بتاع المرسى، وعندي معناتها الارقام وحاجات موثقه. عندي 4 سنوات مع الفيتيران بتاع المرسى فت 135 هدف. تبارك الله، تنافس يعني في كريستيانو وميسي بالارقام هذي في اللي تورنوا اللي لعبناهم في 6 وجول و5 وجول واللي تورنوا الكل معناتها نمركي في اهداف. انا بيدي مانيش مصدق يعني معناها كاريرك اللي عملتها والاسم اللي عملته بعيد على الشيء اللي كنت نجم نعمله، فهمت؟ واللي عمله صبري جبل اكسيال ديفونسور اللي هو تعرف اكسيال وديفونسور، تعرف باش خدمت انا وباش خلطت بالذكاء، يعني لوجت البوست اللي نجم نخدم باش ما نقعدش بطاء. يعني كي ندخل في جروب فيها وهبي العشي، وندخل في جروب فيها عادل الجباري، ندخل في جروب تلقى فيها معناتها منعم مزليني، هشام المناعي، عادل الجباري صاحب هدف جيب كيس عام 94 يعني في معناتها وانا صغير وقبل معناتها في الاسبوار نلعب اكسيال، ولقيت روحي في الاكس خاطر انا ذكي يعني
اللي باش يعملوا لاتاكون كل نعرفوا وين هذاك اللي يعاونني كديفونسور. هذاك علاش توا كي باش نلعب اتاكون يعني نعرف نعمل كل شيء يعني نكسر الديفونس معناتها الليني دو كاتر نجم نكسر لورجو ما نتيحش في لورجو ملا صبري جبل لي زابيل نتاعي صحاح رغم انه في المخيال الشعبي وفي القراءه السطحيه انه المدافع الاقل ذكاء المدافع كانوا يختاروا على طوله قوي فيزيكمون وخاصه في الفتره ذيك يمكن بالنسبه لي انا تغيرت شويه كمدافع وتكويني في مستقبل رياضي بمرسى بالحق يعني تعديت على عديد الممرنين. انا كنت نلعب في الكادي بي نقولوا احنا نلعب بارير جوش وانا درواتي كادي لعبت ارير دروا في جونيور نلعب في اللاكس يعني كي طلعت حتى من بعد نلعب زو ساقين حتى مع الكلوب افريكان ذكرك معناتها في اللاكس يلعب رزقي عمروش سنتينيل معناتها هو اللي ورانا حبيب رزقي على اليمين انا على اليسار اكزاكت معناها هو اللي بعد تلقاني مع اكسبراي كي باش يحب يبدل التكتيك تلقاني كسونتري دروا يعني انا لعبت على اليمين مع فوزي بزارتي لعب بيفو وش يطلب مني فوزي بزارتي نوجه له تحية مع الممرنين الكل باش نحكيوا عليه فوزي البنزارتي قول لي يقول لي كل الكرة في الدوزيو متر معناتها نحبك مع لاتاكون تخلط انت نحبها تمس في راسك الكرة لازم عندك تقاني قدام فهمت تطلع يعني فوزي البنزارتي من المدربين اللي عنده امباكت في حياتك من المدربين اللي زادوا لصبري جبل والله ما فماش مدرب ما زادنيش حاجة انا الحق يعني مش رمي ورود حتى اللي ما خذيتش من عنده برشا خذيت شوية فهمت قلت لك يعني نتميز شويه بالنكبتي ونحب نقدم ونحب نسرق اي حاجه معناتها ملي بديت وانا عطشان ماذا بيا ديما نتعلم وديما ناخذ اللي معروف على فوزي البنزرتي صعيب يخدم برشا على الفيزيك نقولوا يحصر اللاعب باش يخرج منه بالنسبه لي انا الفكره هذه لا خاطر انا خدمت مع الناس يمكن تحكم من البعيد مش كيما تحكم انت تخدم مع هو يقول بعمري ما ضربت جوار ولا بعمري لا 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 انا خدمت معاه يعني ممرن بالعكس انا لاقي معناتها راحتي معاه عمره ما ساح علي عمره ما صارت يعني حاجه هكا تعيات ولا اللي تشوفوا فيه ولا حتى شيء بالعكس يعطيني الرول نتاعي يعطيني ليتاج نتاعي يعطيني لي كونسيني انا نخدم على روحي رغم يقولوا مره في الفستير ما بيناتكم كليت بعضها في الفستير مره تحكي مش علي انا على جوار اخر وانت دفعت عليه انا دفعت على جوار اخر وهو الحق احترم رايي وقتها ومعناتها سي فوزي راهو يعني خاطر عندي يعني من اللي انتم مش على مش علي انا على طارق بشروده وقتها جا معنا في الكلوب مش علي انا اما انا نحترم سي فوزي بزرتي وهو الى حد الان يعني الحمد لله انا حتى 2017 شاد المرسى لعبت له هو معين شعباني وقتها وفرح لي كي بديت وجا معناتها شجعني وبالبوس وبالحمله والى حد الان معناتها نوجه له تحيه انسان تعلمنا منه برشا. المرسى البدايه التكوين مهم جدا، تحب المرسى جمعيتك ولا تحب نادي الافريقي؟ نحب المرسى جمعيتي بطبيعه الحال ما نجمش واحد فما الولاده فما الوساده، واحد ما نجمش باش ينحي باش ينسى امه الانسان. لكن شنو الجمعيه اللي يحبها صبري جبل؟ شنو يشجع؟ مستقبل رياضي بمرسى. مستقبل رياضي بالمرسى. اي مش معناتها ما نحبش النادي الافريقي. خاطر كان باش نقول نحب النادي الافريقي باش معناتها باش نتنكر لامي انا فهمت لكن النادي الافريقي من احلى اوقات ها نقول لك انا من احلى اوقات حياتي في الكوره عديتهم في النادي الافريقي عشتهم في الكلوب اي عشت معناتها اربع سنوات بالحق علاش خاطر النادي الافريقي احتضنتني في الوقت اللي انا معناتها كنت نجم نخرج معناتها من الكوره خاطر صارت لي مشاكل في خروجي من مرسى مشيت للسعوديه وقت النادي الوحده السعودي الوحده اي صحيح بعد رجوعي من نادي الوحدة السعودي متفهمتش أنا والمسؤولين متاع مستقبل رياضي المرسى اللي كانوا موجودين نوجه لهم تحية كنت ناوي ترجع للمرسى رجعت ديريكت للمرسى أنا مشيت بري يعني وقتها سلف يعني ما خرجتش مش كونترادي في ماتيف مشيت بعام ورجعت كي رجعت لقيت المسؤولين فما أسماء متاع مسؤولين اللي ما عاش حاجتهم صبري جبل موضوع آخر هذا تعدى في المرسى ما كان موجود هذا الموضوع اي ملاعب يبدا بارز ويبدا انترناسيونال ويبدا معناتها يستحق باش ياخذ فلوس وقتها ما يعطيهوش فلوس يقلق يقول لك يقلق يعمل لنا مشكله في الجروب وتولي بريمات والا تولي بريم ديسيناتور وقتها ما فماش بريم ديسيناتور نقولوا نحن عينيه تحلت اوترموندي باش يجيبوا يتروجي وقتها هذاك ياخو اما هذا باش يجي ملاعب سالير كان نجم نقولوا في المرسى قداش كان سالارك دوب ما بديت والا اخر عام دوب ما بديت 250 دينار 250 دينار معناتها اقوى سالير وقت بيه اي بديت بيه اقوى سالير يعني نثبت معنا محمد القسري وقتها هو قائد الفريق نتاعنا وقتها 250 دينار زاد انت وياك كيف 91 انا 91 اي اي بيه تتسمى وقتها بيه برشا فلوس 250 دينار خذيت 250 دينار النادي الافريقي من بعد جيت الاتصال كان ديريكت مع النادي الافريقي وحدك مشيت ولا الاتصال نوجه تحيه لسي منذر بالرحال اللي هو طبيب الاسنان نتاعي
اللي هو كلوبيست. وانا عنده خاطر كنت قبل يعني من الحاجات اللي ننصح بهم زاد تاو الملاعبيه الكل اللي كل قبل سيزون لازم يتعدى على طبيب الاسنان باش ينجم يعمل بريباراسيون من غير بليسير ومن غير مفاجئات غير ساره. برافو عليك. دراسات الاخرى تقول فما ربط كبير بين السنين الفم والليغامون كروازي حتى من عام 90. انا سمعت النصيحه من عام 90 قبل ما ندخل سيزون لازم نعمل كنترول الفم. كان عندي سيمون دي برحال هو اللي لاهي بيا هو كلوبيست. كي رجعت انا من السعوديه والقاني عندي شويه مشاكل مع المسؤولين وكذا هو اللي قام معناتها بالعمليه. كلم سي شريف بلامين الله يرحمه ومشيت لهم ودخلت وقتها والحمد لله معناتها كانت اختيار ناجح صائب. مشيت للكأس العالم العام ذاك أنا مشيت الوحيد من الكلوب مشيت للكأس العالم وقتها كان يتقال كلام إنه كي تكون في جمعية أخرى تكون حظوظك أكثر إنك تمشي للكأس العالم، كي تكون في التراجي حظوظك أخرى باش تمشي للكأس العالم. أور معك أنت ما كانش هذا. لا أنا من مرسى عملت كوب دافريك 96، من مرسى عملت جوز أولمبيك، من مرسى عملت جمي ترانية مع سيوس في زواوي. معناتها كنا قبل من محمد علي محجوبي زاد من مرسى زاد كيف عمرو جبالي من مرسى زاد عمل كوب دو موند وعمل. كانت المرسى يعني ولاده بالحق يعني كنا نخرجوا يعني كي تدخل في اي جروب. انا دخلت في الكلوب يعني كلوب نلقى رزق عمروش ونلقى اسامي كبار جمال الامام ونلقى فوزي الرويسي نوجه له تحيه. سهل انتجراسيون رغم اسامي كبير وقتها نجومه موجوده مع جيت انا معناتها باسمي زاد انا وقتها ومستقبل رياضي مرسى يعني فما جمهور اغاني عليك تغنيت عليك تغنيت علي الاغنيه من الجمهور العزيز على قلبي جمهور نادي الافريقي ولحد الان كنت عدى في اي بلاصه ساعه ساعه نسمعهم من بعيد على جنب نتلفت نبايبي بوسوني. لا 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 نسمع ديريكت. انا في باريس مشيت زاد هكا مع العائله عندي تو 3 سنين متعدي انا ولادي ومحلاها انا ولادي ونسمع فيه لا 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 في باريس مع دوز الجمهور. صبري صبري جبل ناس تغني وكذا حاجات هذوما يمسوني ونفرح نفرح بالكدا خاطر نحس الناس بالحق تحبتك العباد الناس حبتك قبل النادي الافريقي تعدى بفتره صعيبه صبري جبل. وكيفاش عشتها معك كيفاش تبعت من بعيد انت تشوف عاونت في اللدخه كنت موجود ليه مش نقول عاونت ولا ما عاونتش يقعد في الستر هذاك هذي مش ماهوش مزيه يعني واجب على اي واحد تونسي نقولوا احنا تعز عليه الكوره باش يعز عليه النادي الافريقي مهما انتمائه لاي جمعيه. خلي ما بالك انا معناتها عديت 4 سنوات في النادي الافريقي من احسن سنوات عمري وفي فتره اللي انا معناتها ديزاكور مع ليكيب نتاعي وحلوا لي احضانهم يعني واحتضنوني وخرجت لي الغنايه واهداف والراس الذهبي ولعبت معناتها 5 تيتروات في النادي الافريقي هزيت منهم 3 يعني في 4 سنين. بارك الله. هزيت بطل العرب ضد الاهلي المصري وهزيت زوز كؤوس ضد الاولمبي البيجي وكاس ضد نادي صفاقسي 2000. تسميو عليك الكؤوس انت ما شاء الله كل كيف تمشي لها 6 فينالات يعني. 6 فينالات هزيت 5 ظهر هزيت مع المرسى فينال ومع النادي الافريقي زوز ومع استاد فينال ما لعبتوش هذاك. اي اما انت في موجود في الاستاتيزيا موجود انا ما لعبتوش. هذا علاش قلت سميت عليك يعني في كل جروب تكون موجود فيه مع سيد احمد المغيربي طبعا ربي الله يرحمه ينعمه. ربي يرحمه سيد احمد المغيربي. اليوم الافريقي في طريق صحيح مع الاداره اللي فيها مع منتصر الوحيشي بعد اللي صار واللي ما تعديت به النادي الافريقي من اداره ومن نادي ومن جماهير ومن ما نكونوا كان فرحانين توا مهما يكون التقييم فما برشا عباد يكون قاسين شويه في التقييم لكن لازمنا نكونوا فرحانين ونحمد ربي النادي الافريقي في الثنيه صحيحه الناس اللي اجتهدت والناس اللي اعطات والناس الناس كل بارك الله فيها لكن النادي الافريقي مازال محتاج لهم الناس الكل باش يزيد يخلط الى بر الامان نقولوا احنا مازال يطلب وقفه مازال يطلب وقفه ومازال يطلب عزم وفلوس زاد. بلال العيفة نحكيوا على واحد من اهم اللاعبين ذا اليوم في المنتخب والنادي الافريقي كم باك يعني تحكي عليه اليوم درس ينجموا ياخذوه اللاعبين اللي في يوم الايام سلم ظنينا انه بلال سيء وفايز بلال كمل يرجع ويوري اللي هو مازال موجود وقادر اليوم عروض وعقود كبيره قاعده تجي حتى في قائمه المنتخب. رايك في مردود بلال في كاس العرب قبل ما نحكيوا على الكوب دافريك؟ انت لخصت كلمه بلال العيفة قلت درس. انا بالحق خاطر كره القدم اللي يحبها بصدق ينجم يعمل المستحيل. يعني بلال العيفة الشيء اللي عمله بعد ال 17 كيلو ولا 18 كيلو اللي كان زايدهم وكيفاش نحاهم وكيفاش رجع وكيفاش عمل البريباراسيون وكيفاش معناتها العزيمه والاصرار اللي رجع معناتها للنيفو هذا شيء معناتها يلزم الملاعبيه تاخذ درس وتاخذ ويتوثق يلزم يتوثق باش نجموا نحكيوا عليه حتى الاجيال القادمه اللي ما فماش مستحيل في الكوره. صبري جبل انت مدرب وعندك في الجروب
لاعب كيما بيلال لايف يجيك اون سور بوا كيما هكاك، تصبر عليه تقول له برا اعمل ورجالي، ولا تقول له ساي ما عادش نستحقك وانت اور ليست؟ الكارير اللي تعديت بها انا مع المدربين الكل، يعني من الحاجات اللي نجحت فيهم تو هي في الكوميونيكاسيون، في وهي في توصيل المعلومات وتوصيل الامل للاعب. خاطر انا ديما نغزر لهم صبري جبال وقت اللي عمري 15 و14 سنه و16 سنه، شنو نحب وشنو نحب نسمع وشنو ماذا بيا الكلام اللي نسمعه باش يزيد، شنو اللي تقال لك موتيفاسيون؟ ولهذا ما عمري ما نجي الجوار انا معناتها نقص له الامل ولا لا، ديما موجود مادام حي ومادام يتحرك ومادام يحب الكوره بصدق راهو باش تعطيها باش تعطيك، اما يلزمها يلزمك تتعب باش تخلط كيما الدنيا بالضبط. فما حد شيء يجي بالسهل، فماش حد شيء يجي بالسهل، لكن الاصرار نتاع البشر هو اللي باش يعمل المستحيل، وهو اللي باش يخليه يخلط باش يحقق يعني احلامه. نقول واحد نصيحه للمدرب منذر الكبير بهلال لايفا يكون اساسي في الكوب دافريك، النقطه هذه باش نحكي لك توا كمدرب. كمدرب صحيح، كلمه اساسي ومانيش اساسي هذه راهو فيها برشا حاجات نجم تحكم فيها، ما نجموش نقولوا بلال عيفة اساسي ولا دراجن اساسي ولا ولا طالبي ولا طالبي، هذا كان المدرب ينجم يحكم على حسب الوقت هذاك، على حسب الماتش هذاك شنو يدل، على حسب الادفيرسير وعلى حسب جمعه الماتش شكون اللي حاضر وشكون ما حاضرش. نحكي كوره ينجم يلعب بلال عيفة، نحكي كوره لا كوره ينجم يلعب. خلينا نقول لك صبري جبل، نحكي كوره فما القائمه تبدا ظاهر سوف بيرفورمانس في الانترينمون باش يتبدل، مش من 24 ما نعرفوش شكون ال11 باش يلعب، لا لا فما على القليله سكوليت حاضره تاع الفريق في كل الفريق نتاع كوره تبدا فما القائمه حاضره، لكن التشكيله والا باش نحكم على ملاعب يلعب قبل بجمعتين ولا قبل بعشر ايام يلعب ولا ما يلعبش، هذا كان لونترنور ينجم راه فما برشا حاجات صغار احنا ما نشوفوهمش. ينجم يراهم لونترنور، ينجموا يسيروا في التيران، ينجموا يسيروا في الفيستير، ينجموا يسيروا في الاوتيل، ينجم يسيروا حتى في حوار بين لونترنور والملاعبي بيان سور اي طبعا، ينجم فما فلير فما احساس نتاع لونترنور كي يجي راه فما حاجات راه عباد ما تفهمهمش، مادامك انت خلطت للبوست هذاك ساعه راه يجيك الهام يجيك احساس اللي الماتش هذاك مش تاع الملاعبي هذاك، ما تنجمش تفسر لحتى حد الاحساس اللي حسيته انت، ما تنجم تنجم تقرر ولا تنجم تكون صحيح الا بعد الماتش. بعد الماتش تقول اختياري كان في بلاصتي ولا غلط، ما هو كظاهرين الملاعبيه هو اللي خذاهم توا، انا نثمن يعني الليسته ب 18 اللي تعملت باش خذا برشا ناس جد ضده. انت ماكي ضد؟ انا بالعكس. انا بالعكس يعني كان يعني طريقه صحيحه انا نراها اللي خذاه 18 ومن بعد عرف يعني كيفاش يزيد، جات مفاجآت نتاع الكورونا توا زاد اللي فوالا فما برشا اخذت بليسيور تاع سيف الدين الجزيري وجدي كشريده يوسف المساكني كورونا معناها الجزيري ذولي كورونا الجزيري زاد كورونا معناها فما كاين ضغوطات خارجيه فوالا تدخل لك حاجات في اخر وقت اذا ما تبداش عندك بلون ا بلون بي ما تسميش مدرب محنك ولا ما تنجمش تكون نتاع منتخب. منذر الكبير الرجل المناسب اليوم تعتبره خاصه بعد الكاس العرب. انا نشجع المدرب التونسي واللي عمله منذر الكبير في الكوبا راب هذيا ما فما حتى فني معناتها يقول كلمه حق ينجم باش يجي يشكك اللي السيد هذايا نجح. خاطر احنا قبل الكوبا راب باش تقول تونس دخلت فينال ما كانش مطروح. ناخذوا دومي فينال انكار يعطيه الصحه وتبدا وجه باهي ولعبنا كوره باش نجيو ضد باش نخرجوا ضد المغرب ولا باش نخرجوا ضد مصر ولا باش نخرجوا باش نقبلوها فهمت. بعد تروح سوريا خاصه الخساره ذيك عادي يعني جيت تروح سوريا نستناو في التروح اللي بعده وقتها نقد عادي يعني معناتها المدرب ماهوش باش يتخبى النقد خاطر تروح سوريا بالحق يعني ما كانت ليكيب الكل اور سوجي نقولوا احنا كان اكسيدون لكن وراك اللي هو اكسيدون ورجعت وهذيك قوه لونترنور كي رجع لك ليكيب للانتصارات والروح سيرتو اللي فورس دو كاركتير تاع الروح اللي ريناها هذيك نقولوا لونترنور سي ليماج ديكيب يعني راهو ما فماش روح تجيبها ليكيب وحدها اذا لونترنور نتاعها مخوف ولا ما عندوش روح راهو يعديه راهو مرض تقول ديشان تغزل فرنسا توا تغزل لها ديشان تشبه المدرب نتاعها تشبه يعني هزت كوب دو موند في فرنسا لاتاكو ما مركا حتى بونتو افهم انت لا بريمي اتاكون جيرو اللي هو بونتا كوب دو موند كان مركا فيها حتى بونتا حتى تير كادري اقوى من حتى بونتا حتى تير كادري جيرو يعني اللي فكوا جيرو كان نحسبوا له بالستاتستيك ترجع قداش فك ديشو مع اليوفي تلقى ديشو هذاك نفس يعني يعطاه شخصيته وعطاه طبعه منه هو حاجتي باش نهز هالكوب دو موند هذايا بطبيعتي
الناس كل تفك كريزماني فك كاركتيري انا لازم يكون جاب ولاد صغار جاب كذا عمل لك الكاركتير هذاك وصل لفرنسا للفينال وهزت كل شيء واضح من بين النقاط الاخرين اللي عملت بوليميك هو استبعاد الحارس معز حسن وبوليميك كبيره صارت عليها مشكله في الحراس عندنا ساعه اليوم ولا خلينا نبداو متفاهمين في النقطه هذه فما مشكله حراس في تونس عندنا مده فما مشكله حراس عنا مده مش توا يعني انا نغز انا برايي يعني عنا مده في تاريخ تونس الحارس رقم واحد بالنسبه لك انت صبري جبل حارس رقم واحد صادق عطوقة عطوقة رقم واحد اثنين رقم اثنين يمكن انا خلطت على زوز اجيال يمكن ينجم يكون شكري الوعر ماكش مقتنع به ينجم يكون خممت برشا لا فما برشادة فما ابو بكر الزيتوني فما ابو بكر مش ابو بكر يمكن في الثالث الرابعة فهمت اما فما معناتها في الثاني فما عديد الحراس معناتها نايلي برشادة فما قبل زيدا فما فرجاني درويش فما تعداو حول هذاك علاش خذيت عطوقة رقم واحد بالنسبة لك عطوقة رقم واحد معز حسن اليوم عندنا مشكلة في في حراسة المرمى في المنتخب فما المشكلة ذي ما تروح واستبعاد معز حسن مبرر ولا مش مبرر قبل ما تعداو الفقرة اللي بعدها والله ايش باش نقول لك انا تو مش بنهربش من الأسئلة المشكلة عندنا في الحراس من قبل معز حسن حتى من فاروق وحتى من بن شريفية وحتى معناتها تحس اللي ما عندناش حارس اللي نتهناو به فهمت تبديل الحراس يعني في كل تورنوا تشوف حارس اخذ فرصته ومن بعد زوز ثلاثة ماتشات رجع فاروق ومن بعد جاء زاد حتى بن شريفية جاء قبله هو اللي كان في الاسبيرونس رامي معناتها هذا يوريك اللي فما مشكله نتاع حراس ما جاش حارس اللي باش يقعد لك 6-7 سنين يملى بلاصته نتاعي عندنا برومي غارديان نتاعنا مرتهنين وكل شيء ومن بعد تلقى دوزيام وتلقى تروزيام اللي هو باش يولي برومي يبدا ظاهر يعني فهمت ما فما معناش معناتها يتحمل مسؤوليه معز حسن في البونت ضد الجزائر لا ابدا بالنسبه لي انا كتكنيسيان الكونترول والحل التسيق بالطالبي تفيكسا معز حسن نرى قوة الشوتة كنا نحسبوها قداش من كيلومتر هذيك معناتها يلزمها قراءتك قراءتي لا قوة طبع. الشوتة هذيك ما يتحملش برشا خاطر إذا ملاعبي في الاسباس هذيك وحل الكاج بعد راهو فما حاجة يلزمك تحطها أنت في بلاصة الجارديان راهو أنت بيناتي ويختار كون هو وهي بعيدة 9 متر فهمت معناتها ما يعرفش فين باش يمشي الجارديان راهو معناتها سرعة ردة الفعل ولا قوة ردة الفعل في الاسباس هذيك بقوة الشوتة هذيك يخرجها حارس في المية حارس مش رو هذا اللي يميز حارس عادي على حارس به على حارس ممتاز احنا متفاهمين ما عندناش حارس علاش تلوم على الراجل انت كان جا عندنا حارس ممتاز ما عندناش المشكلة هذه مش قاعدين نحكيه في الحكاية استبعاد مبرر ولا مش مبرر من القائمة تاع المنتخب انا راه ماهيش مبرر ماهيش مبرر علاش خاطر استبعادو كانك باش تسكت يعني ما هو معز حسن وفاروق وما تكمل بهم وكهو ما عندكش حارس اللي تقول لي باش نعطي فرصه للصغار انا معك اما باش تستبعد معز حسن كانك حملته هو يوصل بعيد المنتخب في الكان ان شاء الله ان شاء الله انا متفائل انا ان شاء الله عندنا فريق به ان شاء الله نتعديو تسويت للفقره شخصيه معك نحكيو شويه على اسعد واصعب الذكريات تسويت La vie en rose. La vie en rose. أحسن ماتش لعبته. ما تفكرت حتى ماتش صبري جبل. والله من الماتشات اللي فرحت بهم برشا هو فينال 96 في جنوب أفريقيا. خاطر عنده قصة هذاك. بالنسبة لي أنا وتحدي زاد عملته. وقعد دكاكة يمكن مخبي ما عمري ما حكيت عليه نحب نحكي عليه على خاطر أنا الفينال ذاك بذكريات الطفولة خليني نقول لك بصراحة لما مع العائلة والفرجة والخرجة في الاستقبال تاع المنتخب كي جي معناه ظروف الكل داير كل ذي في جيهوني عاش الماتش ذاك نسأله حتى بعد البرنامج خليني نقول أي بعد البرنامج نقعد نسأل شنو مالي كوليس كيف صاروا في ذكريات يعني فيلم يمكن كان يتحكي احكي لي انت ذكرياتك علاش كان تحدي شنو فما في الماتش هذاك هاي التصوير شوف سي صبري جبل ما شاء الله عليك هوني هاوك بجنبك خالد بدره تبارك الله عادل وجمال امام جمال زبير بيا طبعا اسعد الحنيني بشير صحباني منير بوقديده عبد القادر الاحسن من هنا منير بوقديده سفيان الفقيه سفيان الفقيه خويا ابو بكر الزيتوني
شيء يعمل كيف زويتن في الشيء اللي زويتن صحيح صحيح. احكي لي على ذكريات 96. ذكريات 96 انا علاش قلت لك الماتش هذاك عز عليا برشا على خاطر بديت التصفيات لعبت فما عديد المباريات اللي شاركت فيها ومن بعد كي بدينا الكوب دافريكا هذيك قعدت معناتها على البنك ما شاركتش. احنا تو كجروب باش نحكي لك كي تبدا عندك جروب فيه 20 ولا 22 ملاعبي ويلعب 11 حتى الانترينمون نتاعهم يبدا معناتها مختلف على سبيسيفيك الفريق. تبدا في الاسبوع الاولاني تبدا عندك امل تقول باش نلعبوا معناتها زوج ماتشوات ولا ثلاثه ماتشوات نهبطش في ماتش حتى ربع ساعه نعملش ميتون بتقاك موتيفي وتحضر في روحك في الانترينمون وتوري في الانترينور راني حاضر راني موجود يعني مثالش معناتها اصحابي يلعبوا لكن انا راني موجود نجم نعاون نجم كذا. وهذا ايش صار للملاعبيه اللي دايرين الكل نقولوا احنا البناكه وقت بديت بشوي 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 كل مره نشوفهم لاعب يخرج من التورنوا الممرنين بالحنكه نتاعهم وبالخبره يفيق بالملاعب اللي خرج له من يبدا يشطب في مخه فهمت. لكن قديش قدره التحمل انت باش تقعد انت موتيفي باش تقعد 25 يوم ولا 26 يوم حتى الماتش الفينال اوف وانت عندك شهر ما لعبتش حتى حسابيا حتى لياقه حتى كذا كي ناس عامله 5 ماتشوات ولا 6 ماتشوات في 20 يوم وانت ما لعب حتى ماتش تلعب 26 ولا 27 يوم تلعب الفينال ديريكت في الريتم نتاع ماسينجا ومتاع مارك فيش ومتاع وانت عمرك 22 سنه صعيب رميه يعني فهمت ويطلب منك يقول لك خذ ماسينجا يعني مركاجك عندك وكذا يعني. واحد فهمت. وذيك التحدي اللي نجحت فيه انا اللي قعدت معناتها صابر 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 جات الورقه صفراء نتاع سامي ترابلسي الثانيه في الماتش ديمي فينال وتلفت وشكون اللي حاضر شكون اللي موتيفي شكون اللي قاعد التمارين الكل يقوم بها يعني مريقل معناتها فيزيك مو حاضر ومنتلمو ومستعد يعني احنا كي الجيش يغزلك يقاك على الاستعداد يعني حس بيك الممرن صبري جبل جاتني كل مكافأة من عند ربي سبحانه باش نلعب بك الفينال هذاك وباش نقف قدام مونديلا وقدام الجمهور هذاك ليلة الفينال رعب وين توا حتى كي نعاود الماتش نتفرج في الروندمون نتاعي يعني عملت ماتش كبير الماتش هذاك حتى فيزيكمون يعني نطلني خاف لنتيح في 70 في 60 كملت الماتش حتى للاخر ما عنديش معناتها اغلاط ما عملتش غلطه كبيره معناتها قمت بعديد معناتها تدخلات الناجحه يعني بورسنتاج عديد ترح كيما نقولوا ترح كبير في العمر هذاك 5 على 5 تعدد في الانفيرونمون في الشيء اللي صار فك الجمهور قرابه 80000 ولا 90000 رعب فك الرعب هذاك الكل معناتها الحمد لله وانا انسان معناتها ما خافش من الكوره ما خافش من الملاعب وقيت روحي يعني قبل الماتش قبل ما نخرجوا من الفيستير باش ندخلوا في التونيل شنو تعمل شنو الطقوس اللي عندك تعملها شنو فما لاعبين ما عادش تحكي فما لاعبين تقعد وحدها فما يستبيخت بس كل واحد كيفاش يحضر كل واحد كيفاش يحضر ماتشو انا يعرفوني الاولاد الكل حاضر ماتشو بالبوكس يعني كيفاش اقرب ملاعبي باش يقرب لي باش بالبوني بوكسيه شويه هكا ما ضربات خفيفه كي ولا ندخل وحدي في الفيستير ناخذ تركينه فهمتني نبدا بوكسي وحدي بوكسي ومن بعد ندخل فهمت خاطر انا عباره على كومبا بارتي نتاع كره قدم بالنسبه لي انا يعني داخل باش نلقى ادفيرسير باش نلقى تاكون يعني يربحني نربحه فهمت تلقاني نحضر في روحي هكاك باش نزيد نركز اكثر وكا اما ما خافش بالكل ملا صبري جاب الله كان مش كورجي راك طلعت لنا بوكسور معناها اخت قالت هي مره ربي قدر ولطف شكون هاي. قالها في جات في حاجه هكا قالت تفضل قل لي علاش حاسك مخبيها ولا حاجه لا خاطر عملنا بوكس احنا كنا قبل في المرسى نمشيو الكشافه ونمشيو كذا نعملوا دي تورنوا واحد معناتها لعبت شويه بوكس مع في الصغر يعني باهي البوكس هاي. من الماتش اللي ما تنساش باش نعطيك تاريخ قل لي تنساه ولا ما تنساش هذا 4 جان في 97 نجمش ننساه تاريخ هذاك ما نجمش ننساه والمراره اللي حسيتها نهارتها ما نجمش ننساها وما نجمش ننسى معناتها اخويا هادي برخيص الله يرحمه تاريخ وفاه بلها هذا خاطر حاجه وجعتني برشا وما نجمتش نحضر في الدفينه معناتها صارت لي مع نادي الوحده يعني خباوا لي باسبوري ماك تعرف احنا كي نخرج يعطيوك اقامه انا وقتها لاعب نادي الوحده السعودي نلعب في مكه وجاني تليفون من عند رياض بوعزيزي والاولاد وقتها كلموني يعرفوا علاقتي بالهادي بالقدا رياض كان صاحبك خويا كان هادي
يعني نادي في الجمعة مرتين ثلاثة أنا وياه يجيني للمرسى، حتى جماعة المرسى الكل يعرفوا اللي الهادي ديما في دارنا، فهمت؟ وأنا نمشي للزارة، وحتى عم محمد الله يرحمه أبوه ربي يرحمه إلى حد الآن قبل ما يموت بشوية تقابلت أنا وياه وحكينا وجبدنا ذكريات. كي جاك يعني تليفون قالوا لك بلها توفى؟ ما صدقتش أنا الحق، اللي نثبت قعدت في فرد بلاصة حتى المغدر 11 تاع الصباح، وقعدت جمعة من نكلم حتى واحد، وقعدت شهرين ما لعبت حتى ماتش مع كيبتي، شهرين كاملين بعد ما مات الهادي ما لعبت حتى طرح. يعني بالحق جاتني شوك كبيرة ياسر، وكسرت الكونترا متاعي على الحكاية هذية، خاطر ما عديتهاش، خاطر مشيت للإدارة باش ناخد باسبوري على الأقل نخلط عد فينا، نخلط على كذا مسؤولين، معناتها كلها سكرت تليفوناتها مسؤولين، نمشي للإدارة ما نلقى حد، وهم سمعوا معناتها الكلها سمعت، فهمت؟ خلونيش نروح، وعندنا ماتش آخر جمعة احنا، خسروني معناتها شهرين ونص يمكن، ولا كان خلوني روحت الماتش هذاك ما لعبتش. ترجع يمكن نرجع و قعدت حاجه ربي واحد يزبي قبلها ما قعدت كي شويه، فهمت؟ قعدت كانها في القلب الى حد عشيرك. الان معناتها عشيري الله يرحمه ونتمناه معناتها ان شاء الله في الجنه ان شاء الله يا رب. هو نتصور كان قدره الاله، يعني خاطر هادي عمره ما عمل خايب، وعمره ما معناتها صفاء القلب نتاعو والشيء اللي يعمل فيه، و معناتها ما يكون كان في الجنة بإذن الله. إن شاء الله نتمناه له احنا، إن شاء الله يكون في الجنة، وإن شاء الله نتقابله في دنيا أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. بكيت عليه وحدك مثلا؟ إيه بطبيعة الحال، دموع ما تنجمش تعبر يعني على الشيء اللي حسه واحد. أنت حتى تو نشوف فيك عينيك دمعت كي تفكر. حاجة قوية ياسر هذه، معناتها بالنسبة لي أنا معناتها بالحق كانت لي شوك، ويعرفوا أصحابي الكل، بيت أنا وياه في كيب ناسيونال، أصحاب ندوروا نحكي له عشيري كان، فهمت؟ حابك تجي للترجي في يوم من الايام؟ لا لا بالعكس، كان ينصحني يقول لي رد بالك تجي للترجي كان. بالحق؟ آه ما كانش مرتاح هادي في الترجي بالحق، انا نقولها هذه يعني انا من المقربين لهادي، فهم برشا ناس تعرف يسمع تعرف هذه ظهر لي اول مره تتقال. لا لا ما حبنيش نجي للترجي، وما كانش يتمنى لي باش نجي للترجي، وما ينصحنيش، وما كانش فرحان مش بالليكيب، هو يحب الترجي هو، اما ما كانش فرحان بالجو اللي موجود في الترجي وقتها. هو قبل ما يموت هادي يمكن الناس ما تحكيش عليه، شهر كامل في قرقنا راه ما جاش لهنا، عيطولو جيست للماتش هذاك هادي، وجا ماهوش حاضر فيزيكمون، واللي فور اللي عامله هو اللي يمكن كان سبب في خاطر شهر كامل مش حاضر ما ترانيش هادي، جا ديجا للماتش هذاك باش يلعب، فماش يبيعو يتباع ويمشي على روحه، اما كان هادي كان شهر كامل في قرقنا وما عمل حتى شيء، معناتها لا ترانا لا جري لا حتى شيء، يعني كره الكوره قاعد في قرقنا هادي. تعرف هذا يبدل توا معطيات الكل، هادي جا طايح فيزيكمون، هادي مش ما ينجمش معناتها علميا وقتها ما ينجمش يلعب ماتش كرة قدم، معناها لي فور لي صار لي فور لي صار خاطر خذا فيتامينات ولا خذا حاجة اللي باش ينجم يعمل لي فور باش ينجم يتباع، يعني هو بلاش فيتامينات هادي ينجم يجبد كيما نقولوا مسير باس، يجبد من الشيء القوة نتاعو هو، معناتها هادي ما يوريكش اللي أنا تاعب ولا تقولش معناتها ما يحسبش خاطر، فهمت؟ لكن مع بدنه مع كذا مع الاقدار مع واحد معناتها كانت هذيك هي سبب هو الموت اسباب هو الموت اسباب. ربي يرحمه ان شاء الله الهادي برخيصه، 4 جام في 97، 4 جام في 2013 لاسعد الورتيني، ربي يرحمهم ان شاء الله. الله يرحمه وينعمه. زاد الاسعد معناتها جوار كبير وجوار عطاه للكره التونسيه، صاحبي زاد اخويا، وتاثرنا الكل خاطر وقتها معايا فريد شوشان، زاد تاثرنا تاثر كبير برشا، حاسين عليه وعلى ولده على زوجته على اهله، جماهير الكل يعني تونس كامله بخلاف حتى جمهور نادي افريقي، تونس كامله ما تحست على الهادي وحست على الاسعد، يعني خاطر صحيح زوز ناس ما تحسبش، رجال صافين يحبوا الناس الكل، الناس كل تحبهم. يعني 4 جانفي هو يوم اسود في تاريخ الكره التونسيه، هذايا هو يوم مشؤوم معناها يتقال هذايا في الفيراجات، بيتم معنى الكلمة ربي يرحمهم. ناخذوا فاصل صغير ثم نرجع نحكيه في الصحيح، ها نحكيه على حسام الطرابلسي، نحكيه على صلاح الدين الزحاف، التجميد من اللعب 6 شهور تقريبا منعك من انك تكون موجود في تربص الكاس العالم 2002، وايضا 80 مليون اللي تنزلت عليهم هل كانوا بارادتك ولا غصبا؟ بعد الفاصل خليكم معنا راجعين. يا فهم على راديو، مرحبا بكم من جديد. ضيفنا لليوم اللاعب الدولي السابق، الحوار معاه هزنا الثنية بعيدة، قاعد يدور فينا معاه، عرفناه مدافع وعرفناه يعني
قلب الدفاع خليني نقول، لكن بعد ما كمل كارير وقال كنت نجم نكون مهاجم غول. صبري جاب له وظيفنا توتسويت أليرت روج. أليرت روج. جمال البدايات ما نختلفوش فيه، في كل انتداب جديد بداية جديدة، مرحبا بك معزز مكرم، لكن العبرة بالخواتيم. باش نمشي بيك ديريكتومون، يلا نجز كل المراحل. تجربتك مع سي اس اس البداية كانت ممتازة، ظهلي أكثر من ممتازة مع سي لطفي عبد الناظر، أكثر من ممتازة، وكانت فيها معناتها اللي عملوا سي لطفي عبد الناظر يعني قعد حتى لتوا. أنا ما عنديش برشا، ريتو وقف بالكهرباء شافني واقف أنا باش نقص كياس، وغزرنا لبعضنا وقف بعد 50 متر سي لطفي يمكن يسمع فيا توا، وهبط من الكهرباء ورجع لي وبالحملة وبالبوس ويسأل عليا وكل شيء، يعني أكثر من ممتازة مع نادي صفاقسي. ثم راهو يمكن ما تعرفوش أنت اللي بابا مولود في صفاقس، وعندي دارنا في صفاقس ودار مماتي في صفاقس، لكن أنا عشت مع أمي خاطر صار الانفصال وأنا صغير برشا. عشت مع أمي في المرسى، مع عائلة أمي في المرسى، وربوني هما وعشت في المرسى، مع تولدت في المرسى قعدت في المرسى. ممتاز. لكن أنا عائلتي كل في صفاقس. في صفاقس. ما هذه البدايات، وكنت مدلل، كنت فتى المدلل. دللني الحق. اللي طلبته خذيته، خليني نقوله أكثر. والله يمكن أكثر من اللي طلبته خذيته. ولا. مع سي لطفي معناتها بالحق. ثم. هذيك حاجة قعدت نحكي عليها ديما. ثم مع السيد سلاح الدين الجحاف. ما مشيتش الامور من الاول مع سي سلاح، معناتها تدخل فيها زاد سي نصر البدوي، يمكن ما كانش زاد معاونيش برشا يمكن الحقيقه، خاطر يمكن يعرف طبيعتي ناصر، انا انسان برو على الاخر ويعرفني معناتها في الامور، ما نحكيش برشا في حكايه الفلوس في حكايه كذا، خاطر حكيت مع سي لطفي. انت تصور انت الشيك نتاعي خذيته قبل ما صح في السياسه، خذيت شيك بعام كامل راه خلاص، يعني انا كامل خذيته قبل ما تصح، قبل ما نصح خذيته الشيك قبل ما نمشي لصفاقس. باهي خليني نفسر للناس اللي يسمعوا فينا. المشكل مع سيد صلاح الدين الزحاف كان على البريم سينياتور. اي انا صححت بعامين وقتها العام ب 80 مليون، وفما 4000 دينار راتب و 5000 دينار العام اللي بعده، حاطت انا كلوز معناتها لو 15 نذكروا بالكدا الكونترا نتاعي 15 جويليه، يعني اذا تفوت 15 جويليه ما ناخذش دوزيام تروش نتاعي، الكونترا سورا ريزيلي يعني اوتوماتيك، يعني يتفسخ الكونترا باش انا نخلت نمشي للفريق اخر. وهذا صحح لي سي لطفي باش يضمن لي حقي باش نبدا انا مرتاح. 80 مليون الاولانيين انا جمعت العرس نتاعي، هو يحب يعيطولي وانا لاهي في العرس وكل شيء في خوذة العرس، وتفاهمت مع النادي الافريقي انا باش نمشي على روحي، كملت الاربع سنوات تفاهمت انا وسي بريزيدون فريد عباس، سي فريد عباس ما تفاهمناش، مشيت على روحي فهمني، كنت باش نزيد عام اخر في النادي الافريقي ما تفاهمتش انا، هو بركه مش النادي الافريقي، النادي الافريقي خاطيه، لكن هو ما مع فريد عباس ما تفاهمش، مع فريد عباس ما تعد مش انا كاو ما تعدتش الحوار، وما طريقه حتى كيفاش يتحاور هو ما تتعداش مع نوعيتي انا، فهمت كيفاش حكي معاك بتعالي حسيته ما ديما يحكي بتعالي، هو معروف يعني بتعالي تعالى اموره هو، ما انا وقتها في النادي الافريقي عائله يعني، معنا سي شريف بلامين بونا معنا مسؤولين يعني اخوات يعني، خلني اخو عنوان، جاء هو يعني بطريقه اخرى، خلني اخو عنوان. خرجت من النادي الافريقي بسبب فريد عباس بطبيعه الحال. باهي نتعد نوصل بيا لصلاح الدين الزحافي في على خاطر ما عادش عندي وقت، جاء لقى الكونترا نتاعي معناتها عندي 80000 دينار لو كان يلزمني ناخذهم قبل لو كان ب 15 يوم كلمته يلزمني انا نعلمهم راني حذر راني حذر باش نجي نبدا التمارين يعني في الاسبوع هذاك، وراو السنه اللي فاتت راني خذيتهم في الدات نتاعهم يعني، وراني جيت بالتمارين وعام كامل عندكم يعني الرابور نتاع لونترونور، وعندكم سي لطفي عبد الناظر عام كامل انا قداش لعبت من الماتش خارق العاده بيه. وعندي حتى غياب يعني واخو نوت باهيه في العام يعني برو يعرفوني ما نلعبش في الحكايات هذه، قال لي لا يجي لهنا نتفاهموا، يجينا انا نكلم فيهم من تونس وقتها، مشيت قلت له حاضر الله يبارك، مشيت وقت دخلت نلقى مسؤولين جدد يعني نلقى سي ناصر البدوي وقتها جاء معاه العام هذاك، ونلقى عديد المسؤولين بما فيهم بوسته الاربيتر وقتها سي فتحي بوسته، نلقاهم دخلت اللغه تبدلت يعني، قال لي لا هذا البريم هذا رانا باش نقصوا فيه، ومعناتها حتى النبره نتاع فما لاعبين معاه قبلوا انهم ينقصوا انت فاين، وخالد فاضل وقتها خالد فاضل جابوا وحده وانا جيت وحدي، خالد فاضل قبل خالد فاضل تنزل احنا وقتها مانيش فرد انا معرس
وبعائلتي وانترناسيونال وقتها هنا. وخالد فاضل وقتها خارج من بريود صعيبه شويه في النادي الافريقي زاد هذاك، معناتها نوجه له تحيه. معناتها خالد فاضل زاد كان عنده قصه مع الكره يعني لازم الناس كلها تسمعها وشوفوا ايش عمل خالد فاضل. وين خالد فاضل تو خاطر ان جرون ميسيو احنا نقولوا، معناتها من الناس اللي بالحق مثال يقتدى به. مازال عندي دقيقتين سمي جبل، نحب نقدم حاسيلو نقصوا لي في الفلوس خويا. اي ما تفهمنيش انا ما قبلتش، كيما قبلتش قال لي مالا احنا ماناش مخلصينك، فهمت؟ واعمل اللي باش تعمل. تنزلت على 80 مليون؟ ما تنزلتش، مشيت شكيت. اي بالكونترا نتاعي ناخذ فلوسي. باهي وقتها نثبت من الاسامي هذوما انا خاطر ما ننساهمش. سي فتحي الجامع وقتها رئيس لجنه النزاعات والقوانين توقف وهو ماشي للعمرة رقد الدوسي. لا هذاك نتاع مع حسام. اه سامحني. اي لا لا هذاك مع حسام ترابلسي. مع حسام ترابلسي هذاك سي فتحي الجامع هذاك رقدوا لي الدوسي. قعدت 6 اشهر ما كورتش وقتها، وبالسيف عليا خاطر باش نكمل عام كامل ما كورش. ولا خذيت فلوسي من نادي صفاقسي ولا رجعت نكور، وضريت من الفريق القومي وقتها. تربص تاع كاس العالم هذاك. ضريت ما مشيتش. ضريت. دونك شرسات في الاخر؟ رسات قبلت، خذيت 3 سالير وكسرت الكونترا ومشيت الملعب التونسي. تنزلت عليهم معناها 80 مليون. نزلت غصبا. غصبا بطبيعه الحال. مسامح فيهم اليوم؟ لا مانيش مسامح. ماكش مسامح؟ مانيش مسامح. مش مسامح سيلو مش سياسي. اي كاشخاص وكاهو. كاشخاص. مع حسام ترابلسي تقريبا نفس المشكل. حسام ترابلسي دخلت انا في جمعيه اللي فيها رئيس انا نجهل الوقت شكون، ما نعرف حسام ترابلسي، نعرف ترابلسي نعرف هي. شنو الواحد جاني انا بطلت الكره في مخي، جاوني في اخر ديلي معناتها مازالوا نهار وقتها، وعرض عليا بريم سيناتور يعني وشهريه محترمه، وقال لي عاوننا وانت بالاكسبيريونس نتاعك وكذا و30 32 سنه. قلت له ما يسالش، خذيت شرط عليه قلت له راني ناخذ فلوسي قبل ما نصح. اعطيني شيكات تضمن لي. اعطيني شيكات، اعطاني وقتها زوج شيكات واعطاني سالير مسبقه، بديت نخدم على روحي. هو من الحاجات اللي قالهم لي قال لي اسبوع وصب الشيكات نتاعك، معناتها نهار الاثنين الجاي خذيتهم الاثنين هذه، الاثنين الجاي صب الشيكات. وذاك اللي عملته صبيته حاجه اللي قلقت في الامور هذه راني مفهمهاش. نهار الاثنين مشيت صبيت كل ما هو صبينا وقفوني بالوقت على لونترينمون. أيوة. كلمني سيمونز في الشرقي قال لي اش عملت؟ نخسر ندير شنو انا صار؟ راك عملت كارثه راهو كذا راهو فلان متغشش وراهو واكله بعضها واش تعمل هكا واش. سيمونز في الشرقي وقتها بعد ولينا صحابك. قلت له سيمونز فلان ما عملت شيء راهو انا. قال لي جمعه صب. قلت له صبيت. قال لي ليه؟ راهو عملت كارثه وكل شيء. قلت له انا عملت كارثه شنو باش يعملوا لي يعني في الاخر شنو باش يصير؟ ما خفتش دخلت مع ترابلسي وقتها؟ والله انا الحق انا نخاف كيما ربي سبحانه. ما خفتش وقت شيخ انا كي نبدا على حق نبدا شيخ ما نخافش. حسيت مشيت له غاديكا وقلت له معناتها تحب تعمل اعمل. انا خذيت فلوسي بالسيف، خذيت وصلت منهم شطر، ومن بعد شديت الشيكات انا الوحيد. الاولاد كلها فك لهم الفلوس. فكت الفلوس. انت قعدت تشد. انا الوحيد ما عطيتش فلوسي، ومشيت صبيتهم في المحكمه وشكيت. وبعد 4 سنين خذيت توقف السكرتير جينيرال وجاوني باش انا نعمل له تنازل وخلاص. وقتها خذيت نسبه منهم، ما خذيتهمش الكل، بس سايبنا الراجل وكهو. واضح. شكرا ليك سمر جبل، سعيد جدا ان كنت ضيفي. شكرا. نعتذر على الوقت اللي تعدينا شويه. تحيه لكم مستمعينا، بعد شويه يجيكم سامي بن نور وفريق راسين كاري. تحيه الكامل للفريق اللي موجود معنا. تقابلوا غدوه ان شاء الله في حلقه جديده. نهاركم اسعد الايام ويا مرحبا.